مسقط والرياض، وأيضا تدلنا على عمق هذا من ناحية، وأيضا مستقبل هذه العلاقات من ناحية أخرى. وجاءت هذه الزيارة في نيوم تحديدا، لأنها طبعا واحدة من المدن التي تنشدها المملكة العربية السعودية بوصفها مدينة مستدامة قائمة على رؤية اقتصادية وتنموية واستثمارية جديدة في المنطقة، فهي أيضا هذه واحدة من الدلالات المهمة الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي، وهي أيضا كما لدينا أيضا مدينة الدقم في سلطنة عمان كمدينة صناعية، هناك أيضا مدينة نيوم ليست فقط على مستوى الصناعة وإنما أيضا على مستوى الاستدامة كنموذج من نماذج المدن المستدامة ليست فقط في المنطقة وإنما على مستوى العالم العربي. نتحدث أكثر عن أفق تطوير العلاقات الثنائية، كيف قد تلقي مثلا هذه الزيارة بظلالها على الشعبين الكريمين، وكيف يمكن أن تحقق أيضا إن أردت تفاهمات بين الطرفين سياسيا واقتصاديا؟ نعم، بما أنه تم الحمد لله يعني توقيع المذكرة أو الاتفاقية بشأن المجلس التنسيقي، فنأمل إن شاء الله أن نشهد الكثير من الاتفاقيات على المستوى الاقتصادي، المستوى التنموي، المستوى السياحي، وبطبيعة الحال على المستوى أيضا الثقافي والإعلامي، وبالتالي هناك يعني حراك كبير، وهناك أيضا على مستوى الطرفين في مجال التنسيق. وكما تعلمون كان هناك وفد قبل الزيارة الرسمية، هناك وفد على مستوى وزاري للتنسيق في هذا المجال، مما يدلنا أيضا على التسريع أو عملية التسريع في التنفيذ الخطط التنفيذية والخطط الإجرائية إن شاء الله بعد ذلك لقيام مشروعات على مستوى الاقتصاد، الاستثمار، على مستوى الطاقة، على مستوى أيضا التقنيات، للوصول برؤيتين، رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 إن شاء الله، حيز التنفيذ وتحقيق أهدافها، وأيضا بطبيعة الحال كل ذلك ليصب في أمن المنطقة ورفاهية شعوبها. يعطيك العافية. إذن من العاصمة العمانية مسقط عضو مجلس الدولة العمانية الدكتورة عائشة درمكي، شكرا لك.